بعض الحيوانات ضخمة وبعضها أضخم. يمكنك العثور على القطط المنزلية التي يبلغ طولها أكثر من متر، والكلاب التي تزن أكثر من الذئاب، والخنازير التي تشبه الوحوش الحقيقية، والزواحف التي يبلغ طولها عدة أمتار. في هذه الحلقة سأريكم هذه الحيوانات العملاقة وغيرها التي حطمت كل الأرقام القياسية. هرقل. هرقل هو اسم رائع لكسر الأرقام القياسية، خاصة بالنسبة لحيوان كبير مثل هذا القط الضخم. ما هذا؟ أسد أم نمر كبير حطم الرقم القياسي؟ في الواقع إنه شيء بينهما، إنه نمر هجين بين أسد وأنثى نمر. يعتبر هذا الهجين أكبر عضو في عائلة القطط، محطما جميع الأرقام القياسية. ولد في عام 2002، وبعد 4 سنوات دخل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لحجمه المذهل. يقف هرقل على قدميه الخلفيتين بارتفاع 3.5 متر، ويزن أكثر من 400 كيلوغرام. من المثير للدهشة أن هرقل العملاق نشط للغاية ورشيق، فسرعته تبلغ 80 كيلومترا في الساعة. ومع ذلك فإن النمر الذي حطم الرقم القياسي لا يحب الركض، فهو في الغالب يستريح ويهضم الطعام لأنه يأكل الكثير. يأكل أكثر من 9 كيلوغرامات من اللحم في اليوم، ويمكن أن يستهلك ما يقرب من 5 كيلوغرامات من اللحم في الوجبة الواحدة. يمكن أن يأكل هرقل ما يصل إلى 45 كيلوغرام من اللحوم، وقد يصل وزنه إلى 700 كيلوغرام، لكن نأمل ألا يحدث هذا. باريفيل. يمكن أن يفخر هرقل بحقيقة أن هناك الكثير من الأرقام القياسية المذهلة بين أقاربه. هناك أبطال خاصون بهم بين القطط المنزلية أيضا. إذا كان لديك قطة منزلية فيمكنك إيقاف الفيديو مؤقتا وقياس طولها ثم العودة إلى هنا. يبلغ طول القطة المنزلية حوالي 50 سنتيمترا، ما لم تكن بالطبع القطة المسمى باريفيل. هذا القط الإيطالي يتقدم بفارق كبير عن القطط المنزلية الأخرى، لأن طوله 120 سنتيمترا. كما يقول أصحاب القط، على الرغم من حجمه إلا أن باريفيل خجول بعض الشيء. الأهم من ذلك كله أنه يحب الاستلقاء وتناول السمك والدجاج، مما يفاجئ المرة كما يليق بالنجم. لدى باريفيل حساب الانستغرام خاص به، حيث يتابع حياة العملاق 1000 من المتابعين. زوربا. الدرواس الإنجليزي زوربا هو مجرد حيوان من هذا القبيل. لسوء الحظ لقد توفي، لكنه في وقت من الأوقات كان نجماً حقيقياً وأسطورة، لأن زوربا دخل موسوعة جينيس باعتباره أثقل وأطول كلب في العالم. بشكل عام، حتى نظرة واحدة على العملاق تكفي لفهم أنه كان كبيراً حقاً. عام 87، عندما وقف كلب الدرواس الذي كان عمره 6 سنوات حينها على الميزان، أظهر المقياس 142 كيلوغرام. في نوفمبر 89 كان وزن زوربا 156.5 كيلوغرام. في نفس الوقت كان ارتفاعه 94 سنتيمترا، وكان طول الكلب من الأنف إلى الذيل 2.5 سنتيمتر. هذه الأرقام مجنونة. للمقارنة، وزن الذئب الرمادي الذي يعتبر من أكبر الحيوانات في عائلته حوالي 100 كيلوغرام. عالم الحيوان لا يتوقف عن دهشتنا. الكلاب والقطط المحطمة للأرقام ليست سوى البداية. ترقبوا رؤية الحلزون العملاق الذي يصعب تصديق وجوده، واكتشفوا الخنازير التي حطمت الأرقام القياسية التي يمكنكم مقابلتها في الصيد. حلزون كاسر للأرقام. عندما نتحدث عن القواقع، عادة ما نفكر في الرخويات الصغيرة التي يمكن وضعها بسهولة على يدك أو حتى على إصبعين. هذه بالتأكيد ليست حالة الحلزون الأرضي الأفريقي العملاق. سيكون نجاحا إذا تمكنت من حمله، لأن هذا الرخوي يعتبر أكبر حلزون في العالم. لا يتجاوز طول قوقعة الحلزون البالغ 10 سنتيمترات، على الرغم من معرفة بعض الأفراد الذين يزيد طولهم عن 20 سنتيمترا. ومن بينهم فرد واحد معروف وزنه 900 كيلوغرام وطوله 39 سنتيمتر. فإن حلزونا يزين كيلوغرام واحد تقريبا شيء جديد. يعيش هذا الحلزون الذي يحطم الرقم القياسي في البلدان ذات المناخ الاستوائي، ويعتبر في بعضها آفة للمحاصيل. وطنه أراضي تنزانيا وكينيا. الحلزون الأفريقي العملاق له جسم بني مرقش وزوجين من المجسات، ومخالبه هي
أعضاؤه الحسية، وبفضلها يمكنه تمييز الأشياء على مسافة سنتيمتر واحد. حقيقة مثيرة للاهتمام هي أن الحلزون الإفريقي العملاق هو خنثى وقادر على التخصيب الذاتي، إذا انخفضت أعداد جنسه. عند التزاوج يكون الإخصاب الثنائي ممكنا بشرط أن يكون للحلزون نفس الحجم. الخنزير العملاق. عادة ما يزن الخنزير البالغ أقل من 100 كيلوغرام، لذلك يغامر الكثير من الناس بلا خوف في اصطيادها. لكن أحيانا يواجه الصيادون مفاجآت حقيقية. حصلت المفاجأة مع الصياد الهاوي بيوتر ماكسيموف الذي أطلق النار على أكبر خنزير بري في العالم في شتاء عام 2015. حدث ذلك في إقليم سفيردلوفسك في روسيا. وفقاً لبيوتر تمكن من القيام بذلك من خلال الرصاصة الثانية، فالرصاصة الأولى لم تؤثر فيه. كان وزن الخنزير المقتول 550 كيلوغرام، وكان طوله قرابة المترين. يجب أن يقال إن بيوتر كان محظوظاً جداً، ليس فقط في الغنيمة، لأنه لو أصيب هذا العملاق بجروح فقط لكان قد انتقم من الصياد وقتله شر قتله. الدب القطبي. من بين جميع أنواع الدببة، الدب القطبي هو الأكبر. يمكن أن يزن حوالي 700 كيلوغرام ويصل طوله إلى 3 أمتار. فهناك دب تم إطلاق النار عليه في ألاسكا في عام 1960. عندما قام اثنان من الصيادين بقياس الغنيمة لم يستطيعوا تصديق أعينهم. كان الدب يزن أكثر من طن. كان ارتفاعه حوالي 3.5 أمتار. لقد كان أمراً جيداً أن يتمكن الصيادون من اصطياد مثل هذا الحيوان، لأن الدببة القطبية تعتبر من أخطر الحيوانات. ما الحيوان الذي يخيف الناس بقدر ما تفعل الدببة؟ ربما ثعبان. الثعابين السامة والكبيرة تبدو مخيفة، أما أكبر ثعبان سام فهو كوبرا الملك، حيث يمكن أن يتجاوز طول بعض الأفراد 5 أمتار. ومع ذلك فإن الكوبرا الملك بعيد جدا عن الثعبان الذي حطم الرقم القياسي. حاليا أكبر ثعبان في العالم تم تأكيد بياناته هو أنثى ثعبان شبكي. اسم البطلة هو ميدوسا، وقد احتلت مكانها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية منذ عام 2011، حيث يبلغ طولها 7.67 أمتار ووزنها 158 كيلوغرام. بالنسبة للأناكودا بلغ طولها 5.52 أمتار. تعيش ميدوسا في منتزه فولمون كانساس. يتكون النظام الغذائي للثعبان من الأرانب والخنازير والغزلان. كاسيوس. تمساح المياه المالحة. على عكس ميدوسا، يمكن لتماسيح المياه المالحة أن تأكل أي حيوان تقريبا. إنهم من أكبر الحيوانات المفترسة في موطنهم وأكبر الحيوانات المفترسة الأرضية بشكل عام. حتى الدببة القطبية هي أقل شأنا من تماسيح المياه المالحة من حيث الحجم، حيث تنمو هذه الزواحف بانتظام إلى 5 أمتار، وغالبا ما تزن أكثر من طن. ولكن حتى بين هؤلاء العمالقة هناك عمالقة خارقون. كاسيوس واحد منهم وأكبرهم. تم إدراج هذا الذكر في موسوعة جينيس باعتباره أكبر تمساح في العالم. طوله 5.5 أمتار ووزنه 1300 كيلوغرام. الأرقام لا تصدق. إنه لأمر جيد أن يتم الاحتفاظ بمثل هذا العملاق، لأن تماسيح المياه المالحة البرية غالبا ما تهاجم الناس والحيوانات الأليفة. من المخيف أن تتخيل حتى ما تشعر به عندما يندفع إليك مثل هذا الزاحف الضخم ذي الأسنان الحادة. وأخيراً حيوان يمكن أن يحصل على الرقم القياسي بين الجميع، الحوت الأزرق. يعلم الجميع أن الحوت الأزرق هو أكبر حيوان في العالم حالياً، لكن قلة قليلة من الناس يعرفون أن الحوت الأزرق هو أكبر حيوان في كل العصور. على الأقل هو الأكبر من حيث الوزن.
يبلغ طول الحوت الأزرق من 30 إلى 33 متراً، وهو ما يعادل ارتفاع مبنى من 10 طوابق، ويمكن أن يتجاوز وزنه 150 طناً. للمقارنة، يزن فيل الأدغال الأفريقي حوالي 6 أطنان، مما يعني أن حوتاً أزرق واحد يزن 25 فيلاً. كما أن أجزاء جسم الحوت الأزرق مذهلة أيضاً، يزن لسانه 4 أطنان، ويمكن أن يزن قلبه حوالي طن، ويزيد حجم رئتي الحوت الأزرق عن 3000 لتر، وهذا يزيد بنحو 1000 مرة عن حجم رئتي الإنسان. يبلغ قطر حلقه 10 سنتيمترات فقط، لذلك لا يمكن للحوت الأزرق أن يبتلع الإنسان. الحيتان الزرقاء مخلوقات صديقة لا تأكل سوى العوالق. في الوقت نفسه يعتبر الإنسان العدو الرئيسي للحيتان الزرقاء، لأنه بسبب الصيد الجائر بدأت أعدادهم تتناقص تدريجيا، حيث يوجد ما بين 10,000 و25,000 فرد في العالم. لذلك يعتبر الحوت الأزرق من الأنواع المهددة بالانقراض. هذا كل شيء يا رفاق. ما هو أكبر حيوان رأيته بأم عينيك؟ شكرا لكم على المشاهدة، وأراكم لاحقا.